أخبار اليوم. التطورات اللي حصلت وكل التقدم اللي حصل في كورنيش النيل وإزالة الباعة الجائلين، قول لي رأي حضرتك إيه؟ والله حاجة جميلة. يعني أنا اللي أنا أقصده أني أنا لسه بقولك من شوية بحس بكل سعادة لما ألاقي حاجة زادت على بلدي، خير عمل حصل في بلدي، في الطرق، في الكباري، في كل حاجة. يا ريت اللي حصل ده كان يحصل من زمان بدل البهدلة اللي احنا شفناها. ليه؟ عشان الباعة الجائلين اللي كانوا هنا، المكان ده من حوالي اكتر من 6 شهور او 7 شهور بالليل كان اي حد بيتمنى في العالم انه يجي يمشي فيه، لكن دلوقتي لو مشيت في الشارع بتخاف تمشي عشان مفيش حد على الشارع. كان بيبقى فيه حناطير وبيبقى فيه مراكب في النيل، الناس بتتمشى بالليل لغايه الفجر، دلوقتي مفيش. لا ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا جدا جدا. الناس اللي عملوا هنا يقدروا يعملوا كده في كل حته، يا ريت يحاولوا يساعدونا ان احنا نبقى كويسين وبلدنا نظيفه. التطوير جميل والنظافة شكلها جميل والإضاءة شكلها جميل، ولكن ينقص المكان ده، بعتبره أنا مكان سياحي. المكان ده بعتبره مكان سياحي. البواخر اللي نشأنا حياتنا، أنا راجل عجوز ولكن نشأت في شبابي، لقيت البواخر موجودة هنا والباعة الأجلين موجودة والجائلين موجودين هنا، وكان بيعملوا روح. يعني ممكن تيجي تقعد هنا للفجر أنت وأسرتك وأولادك. دلوقتي الساعة 8 ما تقدرش تمشي هنا. التطوير جميل جداً، وكمان كورنيش بقى حلو قوي كتير يعني عن الاول. قبل ما يكون للسائح حاجه لصالح البلد ولينا احنا كمصريين، وحاجه جميله مش وحشه، المكان نظيف. السائح ما بيجي على ايه؟ هو السائح عنده بلده، يعتبر اماكن انت في عالم تاني، العالم التاني حاجه هناك اوروبا وامريكا او الدول الاخرى، عندهم تطور وعندهم حاجات جميله، فهم بيجوا للاجمل. اما يجوا يلاقي حاجه جميله زي كده وعلى ضفاف النيل، حاجه جميله مش وحشه.